في سنة الحكم مش كل شيء ينقال. المسايسة سبلة الضعاف، هذه ديرها في بالك. لازم تراوغ وتداهم ما دمت في موقف ضعف. أنا من نسل الباشا علي بن محمد بن أحمد القرمالي المعظم. خيانة! الباشا يبي موزع باش ينفد منها المغاردي، وكان طلع منها معناها نكتب له الصعاد من جديد. أنا باشا البلاد، ولما نقول على شيء يصير ويتنفذ على طول. تياد والقرمالية زي المية ما تقدرش تشدها بيديك. سيصبح الإمساك بالماء أمرا ليس مستحيلا. وكل سبيب تريسة الكشارية القلب واحد على الباشا وبس. هك تربوا عوام الناس يتبعوا القوي والشامخ ديما. المرة هذه خلاها علي هنية لله، أني نعرف كيف نداوها. نوعدك وعد فارس حر إني ما نخونكش وما نسيبكش وما ناخدش غيرك لو طبقت السماء على الأرض. حط الكلام هذا خراص في ودانك، أني لله عويش اللي ما فيه يبرى طيح في السرايا بدون ما نسمع حس. أني لله الكبيرة وعندي قوانيني في حوشي هذا اللي حتى الباشا ما يقدرش يخالفها. افتكيت منك يا فطيسي الكلب. هذه فرصتك ما تضيعهاش. خلاص هانت يا بوي، معاش مطولين. في ناس كانت لوطة تركب فوق، وناس كانت فوق تنزل لوطة. أنا البيك الكبير وأنا الباشا الجاي، ومعاش ولا بيعيش اللي بيقلل من قيمتي وبيطيح من قدري في السرايا هذه. هذا علاش أنا ديما نقول ونعاود أن مش لازم حسن يكون الباشا الجاي. شن قصدك؟ قصد أن هذه عركة على الحكم وش تنقيزها في مراكب. أول ما نحس بريد فصل السرايا ناخدوا حقنا من عمي وولادها. دانت ومدلت. يزمنا نتحقق ونسبقوا الأمور قبل ما يتيح الفاس فغاس والسير اللي خايفين منه. صدقني حكاية الباشاوية مش بتطول أكثر من هيك، ونعرفوا منه من ولاده بيكون الباشا الجاي.